وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا. كويس حسن مبارك ده طيار إسرائيل بتحترمه. ده الانتقال الخامس. الانتقال السادس ثاني يوم هنشوف زي ما هنشوف معانا برضو ستة انتقالات. مجرد انتقالات لا تعيب الرجل، لكن لما يبقى انتقال منهم الخميس والتاني الجمعة يبقى بنتكلم عن أسامة سرايا مش أسامة القوصي. نعم. على حد تعبير واحد نشوف الحقيقة الفيديوهات دي معانا يا أستاذ أحمد كده. احنا كنا يمكن عرضنا قبل كده فيديوهات المتحولين اللي اتكلمنا عنهم. نشوف الشيخ أسامة القوصي هو بيتكلم، هو مصر على فكرة، يعني دلوقتي حتى ما بيتكلم عن الأنبا شنودة يقول الأنبا شنودة حفظه الله وبيأكد عليها كما لو كان بيستفز، ما تعرفش يعني حتى ما قولهاش بسلاسة. يعني نشوف الفيديو ونرجع نكمل حوارنا. نحل لا، كما بدأت هذه الفتنة من الفيسبوك إن شاء الله، إن شاء الله الإنترنت رجع من أمس إن شاء الله، شباب أيضا صادقون طيبون ليس مغررا بهم إن شاء الله سيضعون هذه المادة بإذن الله على الفيسبوك الآن أو على الإنترنت وتنتشر حتى يكون سببا في خمد هذه الفتنة. لابد من مجلس. أين عقلاء بلدنا؟ أين حكماء بلدنا؟ على الرئيس مبارك حفظه الله ورعاه، رمز لا أنسى اليوم الذي وقف فيه الرئيس السادات على منصة مجلس الشعب، ووقف الطيار الفريق طيار محمد حسني السيد مبارك تحت، والرئيس السادات قال حسني مبارك بيحترموه جدا في إسرائيل، لا أنسى هذا اليوم. هذه الثورة التي حصلت العالم الآن يطلق عليها بالمعنى الثورة الذكية، الثورة الذكية، ثورة اعتمدت على التقنية الحديثة، على الأجهزة الرقمية والوسائل الرقمية، يسمونها الثورة الرقمية، يقولون أول ثورة رقمية في تاريخ البشر. تأكد أن الشباب اللي جلس في ميدان التحرير ومات منهم من مات لن يتركوا الأمور تمضي بالطريقة التي كانت قبل ذلك، لأنهم هم خلاص يعني ده كان شباب مستبع وقال يعني ينصلح ينموت، ما هو خلاص يائس من الحياة، فقال لك يا تتصلح. حتى بعضهم قال هذا أنا يا إما أعود بمكاسب 100% يا إما أموت هنا. الراجل كل اللي غيره التيشيرت كان لبني بقى فستقي تقريبا، يعني انما لحق وراه نفس الستاره عبى كلمتين هزار كان مجهزهم قبل كده، قال لك يمكن الظروف تحصل فيها حاجه فنبقى جاهزين. تعليق حضرتك استاذ وجدان. انا اريد ان ادخل في صميم بنيه هذا الكلام. الرجل يتكلم منطلقا ان الناس يتبعونه. ان شاء الله ستصل هذه الكلمات الى هؤلاء الشباب حتى يتبعوني. وهذا الأصل الرئيس في بنية أسامة القوصي، أنه رجل يرى نفسه شيئا كبيرا جدا ويرى نفسه إماما متبوعا، وأنه رجل متحرر، رجل بلغ قبة الاجتهاد. وهذا ليس كلامي. في شريط الله يقول وظيفتي أنا، واسمع هذا الكلام وتنبه له جيدا يا شيخنا، الدفة للسفينة، أنا الميزان. هو بيقول كده أنا الميزان. دعوتنا دعوة ضبط وربط، دعوة استبصار، فمن أراد أن يستبصر بدين الله والعقيدة الصحيحة يأتي هنا يستفيد إن شاء الله معنا. نعم. ويقول لكن الذي ينتظر مني هنا جالس أمامي تحت ركبتي لكي يكون في يوم من الأيام ينتظر وأقول هذا خليفتي، أنا لست مؤهلا أن أعطيك مثل هذا أبدا، ليس من حقي أن أفعل مثل هذا. فالرجل
انطلق من كونه إماما متبوعا من رجل صار بلغ قبة الاجتهاد وأن الناس سيسمعون له، مع أني لم أرى في فيديو واحد الجالسين أمامه، وهذا شيء ملحوظ جدا، الكاميرا مسلطة عليه ولا ترى صوت أحد حتى، فضلا أن ترى وجه أحد. فالرجل هكذا أهل الحق يكونون ثابتين. إيه يعني بيخطب الجمعة دي في الشقة ولا إيه؟ ربما يعني ليس هنالك أحد يجلس أمامه، ربما حتى سألت بعض أصحابي ممن كانوا يجالسونه فقال ربما يكونوا أمامه يعني ناس قليلون جدا. ولذلك أنت عندما تقرأ مثلا محاضرة لشيخنا العلامة أبي إسحاق لأي أحد من علمائنا تجد أن المحاضرة أن الكاميرا تتنقل بين الشيخ وبين الجمهور. الناس نعم. ولكن هذا الرجل دائما يعني ينطلق من هذا المنطلق يا شيخنا. طيب. وأنا أريد أن أضيف إضافة لشيخنا أحمد، هذا الرجل كان مع عبد الله السماوي. كان إيه؟ مع عبد الله السماوي. كان في أيام تكفيره. كان مع عبد الله السماوي في منطقة كفر هرمز، وكان متصلا بأحد المشايخ من أهل السنة. هذا الشيخ كان دائما ما يعني يجلو قلبه وينير بصيرته لكي يسحبه من هذا التيار الذي يكفر المجتمع كله، حتى إنه كان يكفر كما يقول على لسانه أباه وأمه. الشيخ ألف بحثا خاصا له، هذا الشيخ الذي حدثني يقول بحث الجماعة والفرق والطاعة، الجماعة والطاعة. فقرأ هذا البحث وكان يقول يعني أسامة القصي يقرأ كثيرا، يعني الإنسان إذا أعطيته شيئا ينغمس فيه. فراجع في ليلته إلى عبد الله السماوي، هذا يعني ملتحق بقضية التحول السريع جدا. رجع في ليلته إلى عبد الله السماوي قال أقلني بيعتك يا مبتدع. ده أسامة القوسي. ده أسامة القوسي. بالنص كده، لكن أقلني بيعتك يا مبتدع. فهذا الرجل هذه الـ 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 الأمور دائما تنقلاته ليست على منهج. طيب. كذا دائما أهل الفضل. طيب. عايز أسألك سؤال قبل ما أرجع للشيخ أحمد. طل كتير في قنوات العلمانيين وجد استحسان، وكانت بدايته انطلاقة من قناة نجيب ساويرس. تفسيرك للعلاقة الدافئة دي؟ طبعا لم يجد استحسانا وحسبه، لكنه وجد استحسانا مصحوبا بالدعاء والثناء. يعني ريم ماجي كان تقول ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. وطبعا الإنسان يشك في نفسه إذا كان إنسان مبطل يثني عليه. أسامة القوسي لماذا يشرعونه؟ لأنه يعطيهم صك شرعنة العلمانية. أنا معكم، وهو أعلن في مع منى الشاذلي قال إذا قامت الدولة الدينية، طبعا هو هنا يلبس وسنأتي لهذا، إذا قامت الدولة الدينية سأكون أنا أول المضطهدين. أيضا النفس المتضخمة الذات المتورمة التي ترى نفسها شيئا كبيرا، وأنني سأكون حائط الصد أمام هؤلاء فسيكونون أول المضطهدين لي. فهو رجل وجدوه حصان طروادة لكي يتسللوا منه إلى هدم المنهج السلفي كله. طبعا عند الذين لا يعلمون شيئا عن المنهج السلفي انما ياتون به الشيخ السلفي المستنير، طبعا هو يسمي نفسه سلفي مستنير عقلاني. هرجع دي للشيخ يعني احمد بس بعد ما اشوف الفيديو ده معانا ونرجع نكمل حديثنا. هل هناك شيء اسمه دوله دينيه؟ يعني ردا على 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 من يقولون بذلك. هو الحقيقة الشيء الغريب جدا ان انا لما بدأت الكلام كنت وحدي، بعد كده كله اصبح بيردد نفس العبارة، الاسلام لا يعرف الدولة الدينية. انا عندي سؤال، هل هناك ما يمكن سوري انا اتفضل يا ريت شغلني اتفضل، هل هناك ما يسمى بدولة مدنية بمرجعية دينية، ولا الدولة اما ان تكون مدنية او دينية؟ انا في رأيي الخاص لا يوجد هذا الكلام في الاسلام. يعني هو الكلام باختصار ان الاسلام دين. ايوه الاسلام دين. وانا ارى ان الدين لازم يكون في مكانته الساميه. ايوه وهو اسمى من الدول. ايوه واسمى من الجماعات. واسمى من التنظيمات. لان الدين بيستمر والدول بتزول. فانا لا اؤمن حقيقه بمساله الاسلام دين ودوله. انا مش مؤمن بهذه المساله. وإيماني أن الإسلام دين ومن منطق سلفي. أيوة أنا أدعي أن هذا ما كان يفعله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، وأن دولة المدينة كانت مدنية باعتبار أن اسمها المدينة مدينة. ومدنية باعتبار طريقة إدارتها، أنها تدار بطريقة مدنية وليست بطريقة دينية، مع أنها دولة تمثل الإسلام. وعايزين نوصل للناس فكرة أن الإسلام لا يصطدم مع العلم.
ولا يصطدم مع الحياة المدنية، بالعكس هو والحياة المدنية صنواني، يعني هما أخواني. والإسلام دين ودنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. المهم أنه مع هلا سرحان قلع العباية وخلاه بالكرافتة والبدلة، قال الإسلام دين ودولة، أنا مش مؤمن الكلمة دي. وفي الآخر قالك الإسلام دين ودنيا. شيخ أحمد، إزاي بتشوف سمة التناقض في هذا الرجل؟ لا أنا كمان قبل التناقض، قبل ما أوصل ده، عايز أقرأ لك ثلاث سطور حلوين أوي. اقراهم. من مين بقى؟ من الدكتور رفيق حبيب. دكتور رفيق حبيب قبط. وبالتالي مش هيكون عدو لا لسبب القدس ولا غيره، ده راجل مسيحي بروتستانتي بعيد خالص. بيقول إيه؟ أي طرح إسلامي، يقصد في البلاد العربية، يوضع على معيار غربي حتى يتم قبوله أو رفضه، هو يعني بينقض هذه الحالة. نعم نعم. وفي ذلك إجحاف وضع الطرح الإسلامي، وفي ذلك إجحاف سيؤدي بنا إلى مهالك حقيقية، ولنتتبع أثر ذلك على حياتينا الثقافية والسياسية. فعلى الجانب الثقافي أصبح الإسلامي مرفوضا ما دام يخرج عن قواعد المحك الغربي، وهنا ظهر الإسلامي المقبول، ولم يكن هو إلا فكرا إسلاميا يسمى مستنيرا. وفي مضمونه لا نجد إلا نموذجا غربيا يتحلى ببعض الزخارف الإسلامية. جميل. وبهذا تصاغي الحياة الثقافية على أساس الصدام بين الإسلام المستنير والإسلام المتطرف، الأول مستوفي الشروط الغربية اللي هو مستنير، والثاني خارج عنها بالضرورة. والمشكلة أن المستنير، والمشكلة ده دكتور رفيق حبيب، والمشكلة هنا أن المستنير على محك التراث والتاريخ ومرجعية الأمة ليس إسلامي. الله أكبر. ده دكتور رفيق حبيب، المستنير على محك التراث والتاريخ ومرجعية الأمة ليس إسلامي. طيب التناقض ده بتشوفه إزاي؟ أول تناقض نمسكها واحدة واحدة كده. أول حاجة هو بيقول إن الإسلام ده لازم يكون متعالي عن الدول والجماعات طيب لو جاء للشيخ أسامة القوصي واحد قال له وكمان الإسلام لابد أن يكون متعاليا عن الأفراد، الدين لابد أن يكون والدول بتتغير والأفراد بيموتوا، فالشيخ أسامة يقول له يعني إيه يا عم الحاج؟ يقول له يعني زي ما فيش في الإسلام دين ودولة، ما فيش كمان في الإسلام دين وفرد، وبالتالي الدولة ما يتقيدهاش الدين، وكذلك الفرد ما يقيدوش الدين. وما تقولوش صلي لأنك كمان ما بتقولش للحكومة احكمي بشرع الله. ما هل الدولة إلا أفراد؟ الدولة أفراد، دولة كيان ذهني أصلا، ما توجدش في الخارج، شخصية اعتبارية. الدولة لما توجد بره بتوجد في صورة إيه؟ أشخاص. ما فيش حاجة بنمسكها بنقول لها جماعة دي دولة. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.